حياكم الله من جديد في أهل. خلال اليومين الماضية انتشر مقطع فيديو يعني أثار كثير من ردود الفعل الإعلامية والمجتمعية والإسلامية للشيخ سعد الحجري وهو يتحدث عن رأيه في قيادة المرأة للسيارة. خلونا نشوف المقطع ونرجع نعلق. المرأة، مع احترامي للمرأة وأعلم بأن المرأة بتكوين الله لها هكذا، ليس هذا قصور فيها، لكنها هكذا المرأة ناقصة عقل ولا لا؟ ناقصة ولا لا؟ ناقصة عقل، وليس هذا يضر بالصالحات، لأن في التكوين هكذا. ومما يدل على ذلك أن شهادة الرجل بكم؟ كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، عندها نقص في العقل، وش رأيكم لو أن المرور اطلع على أن رجلا ما عنده إلا نصف عقل، يعطيه رخصة ولا ما يعطيه؟ يعطيه ولا ما يعطيه؟ طيب كيف تعطى المرأة وما عنده إلا نصف؟ ليش المرور؟ طيب وإذا خرجت، وإذا خرجت إلى السوق بينقص زيادة نصف، كم يبقى؟ كم؟ ربع. طيب كيف يعطي المرور ربع؟ إذا نطالب المرور بأن يتحرى، لأنها ما تليق بها السياقة وهي لا تملك إلا ربعا. أولا أنا أحترم الشيخ سعد الحجري كثيرا، وأحترم علمه وثقافته وسعيه المستمر في الدعوة وجهوده الدعوية، وهذه شهادة حق يعرفها كل من يعرف الشيخ سعد الحجري. ثانيا، إيش مكان المجال؟ الدعوة، الثقافة، الرياضة، السياسة، الإعلام، الفن، إيش مكان المجال؟ هنالك فرق ما بين إبداء الرأي والنقد والإساءة. ما تحدث به الشيخ سعد الحجري هو برأيي إساءة واضحة للإسلام أولاً وللمرأة وللمجتمع. كان يمكن للشيخ سعد الحجري أنه بكل بساطة يقول رأيه الممانع والغير متفق مع قيادة المرأة للسيارة ويوضحه بكل أريحية وشفافية، وما كان راح يلام في هذا نهائيا، لكن أنه يكون الخطاب الديني بهذه الطريقة، أنا أعتقد أنه هذا شيء لا يليق بما نعرفه عن الشيخ سعد الحجري من ثقافة ومن علم ومن جهود في الدعوة. ولذلك كان هذا الأمر يعني لا أبالغ إذا قلت أنه يشكل إهانة كبيرة للمرأة. أنا لا أتخيل أنه المرأة اللي تطلع للسوق تصير بربع عقل. شخصيا مثلا أنا لا أتخيل أن والدتي اللي ربت 10 أبناء تكون بربع عقل، هذه إهانة كبيرة. ثانيا، الشيخ تحدث في المقطع عن النساء عموما، ما تحدث عن المرأة السعودية، وهذا يعني أنه كل النساء اللي يقودون سيارات في أمريكا وفي أوروبا وفي البحرين وفي الإمارات وفي ماليزيا وفي إندونيسيا كلهم بربع عقل واستطاعوا أنهم ينجحوا في قيادة السيارة. طريقة الخطاب الدعوي بهذه الطريقة أعتقد أن هذه المرحلة لم تعد تحتملها، وأنه الأجيال والشباب والناس كلهم بحاجة إلى طريقة خطاب مختلفة وأقرب إلى المنطق والإقناع. أمير عسير أصدر أمر أو توجيه بإيقاف الشيخ سعد الحجري عن الخطابة والإمامة، وأتمنى من وزارة الشؤون الإسلامية أيضا أن تكثف مراقبتها وتحليلها ومتابعتها لكل الخطابات الدعوية التي تحدث في مثل هذه المرحلة، وأن تركز على وجود خطاب دعوي وديني وإسلامي مختلف يتوافق مع كل التحديات والتغييرات اللي جالسين نشهدها اليوم. أنا أكرر احترامي وتقديري للشيخ سعد الحجري، ولكني أرى أن ما قدم لا يليق، ولو كان لي فرصة أو مجال أني أقترح فسأقترح على الشيخ أن يبادر بالاعتذار عن هذا المقطع وعن هذه الإساءة وعن هذا الحديث، أو في أقل الأحوال أن يصدر توضيح وتفصيل كامل لأشياء ربما إذا أحسننا الظن ما نكون فهمناها في هذا الحديث. وكل التحية للشيخ سعد الحجري ولعلمه وثقافته وسعيه في الدعوة. سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع وبسمع رأي الكاتب وليد الظفيري اللي ينضم إلي الآن عبر الهاتف. وليد، حياك الله في أهلا. أهلا بكم ومسي عليكم، وأنا سعيد جدا في هذه المداخلة. وليد، سمعنا المقطع وشفنا بعده رد فعل الأمير عسير على ما حدث، كيف تعلق؟ الحقيقة أن هذا المقطع تم تداوله عن نطاق واسع جدا في السعودية أو حتى في الوطن العربي أو حتى لغير المسلمين.
اثار جدلا واسعا وسخطا كبير. فهذا المحاضر او الداعيه الذي يشغل منصب رئيس الافتاء في عسير للاسف الشديد نقل صوره سيئه جدا عن المراه التي هي نصف المجتمع ومدرسه الاجيال. فالمراه التي لها ما للرجل من حقوق وواجبات يعني. فهذا المقطع للاسف شاهدنا فيه وصف لا يليق وصفها بربع عقل، ولك ان تتخيل ذلك اخ الكريم. واتى بالتشبيهات لا يقبلها المجنون فضلا عن العقلاء والمنصفين. طبعا الان نحن نعيش في عالم صغير، الانترنت كما تعرف قرب الحضارات لبعضها البعض. فقد يقول قائل أهذا هو الاسلام؟ بالطبع نقول له لا. فهو لا يمثل الدين الاسلامي المعتدل الذي يحترم ويقدر المرأة. فهذا المحاضر او الداعية نسي او تناسى بان هناك عقول نسائية، واقولها بكل صدق تواضع عقول كثير من الرجال. فكيف لامرأة صاحبة ربع عقل تقود ثورة علمية في مجال الطب، اعني البروفيسورة العالمة غادة المطيري، كيف لامرأة بربع عقل تعمل في اكبر وكالة اطباء في العالم اعني مشاعل الشميمري، لديك ايضا العالمة المخترعة حياة السندي وغيرها الكثير، عندك العالمة خولة الكرية، العالمة السعودية في مجال السرطان وغيرهن الكثير. فلذلك ينبغي لهذا الرجل أن يحترم المرأة ولا يقلل من شأنها الذي احترمها الإسلام من قبل. لكنه نقل ما جاء في الإسلام بطريقة خاطئة وتم نشرها للأسف في مواقع التواصل الاجتماعي الأول على مستوى الخليج كما تعلم تويتر، الذي يشاهده الصبي الصغير والشاب والمرأة والرجل الكبير، بل من كل طبقات المجتمع. فإذا كان هذا هو ما يقال بأنه من يمثل الدين وينتقص من المرأة، فقد لا نلقي اللائمة على أحد إذا احتكر المرأة بحجة أنها بربع عقل. وليد، يعني قبل أن أختم معك، أنا اقترحت قبل قليل ويمكن أن أحول الاقتراح إلى مطالبة للشيخ سعد الحجري أن يعتذر عن هذا الكلام الذي وجهه، تتفق ولا تختلف؟ نعم صحيح، اتفق معك، بل الواجب أنه يخرج ويعتذر عن هذه المقولة التي لا تمثل كافة شرائح المجتمع السعودي. وليد الضفيري الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لحضورك معنا في هلا. فاصل ومكملين معكم.